السلام عليكم أعزائي مشاهدينا، أنا هاي أول مقطع لي بالقناة. نعم راح نسوي كيفية تحويل الثقب من عربي إلى أمريكي. نعم نحتاج أولا VPN هولا. نعم نصبوا، تروحون للضبط على الإعدادات، وتروق بلاي وين هذا، دوسوا كلير داتا، هاي دوسوا مثل البيانات عندكم، تطلعون من الضبط تروحون على الفي بي ان هولا. نعم تروحون على هاي ماي ابس، وعندكم بالعربي بلدية التطبيقات، دوسوا لها اي تروحون على هاي. هو عندكم الى عندكم عراقي، شو تسوون؟ تدوسون على هذا العلم، تروحون على يونايتد ستيج، دوسون اوبن، دوسون اثق في هذا التطبيق، اوكي وهسه قاعد يحمل. دوسوا تطلع لكم هاي، دوسوا لها اكيد. طلعت الثاني، دوسوا لها اكيد. وهكذا يتحول الثقب لي من عراقي او عربي الى امريكي. ولا تنسوا اللايك ثم الاشتراك في هاي، وانا راح اجيب لكم العاب، ابث لكم العاب وجدد، وتخلوا لي في الكومنت الالعاب اللي انا العبها فقط للاكس بوكس 360. اوكي شباب باي.